هذه هي إطلالة للبحر الأسود، كما تشاهدون أمامكم. صعدنا إلى إحدى العمارات الشاهقة للارتفاع وشاهدنا هذا المنظر الجميل. هنا أيضا كما تشاهدون طبعا هذا كما تشاهدون المبنى اللي أمامكم مطل إطلالة رائعة جدا على الطبيعة على كافة هذه المدينة. يستطيع الإنسان أن يشتري في هذا المكان الجميل ابتداء من 33 متر لاستوديو متعدد الأغراض ذا إطلالة كما تشاهدون أمامكم. طبعا في عدة أسعار وعدة مساحات وعدة يعني أماكن في هذا البرج كما تشاهدونه أمامكم. دمتم في رعاية الله، أي شيء راجعونا إن شاء الله، وإن شاء الله ما نقصر معكم.